أنه السيد عادل أيضا إعلام ما كان عنده إعلام ضعيف جدا جدا، والمسألة مسألة إعلام اليوم. اثنين، مسألة إعلام أنه لم يكن مؤهل لإدارة الدولة. والسيد عادل يقدر يدير دولة، ولكنه حورب بشكل كبير جدا من الأمريكان، من الإمارات، وكذلك من بعض الحركات والأحزاب الموجودة. ممن تحديدا؟ لا يعني بشكل عام أنا لا أريد أدخل. شنو سبب محاربته من قبل الأحزاب؟ وأغلب الأحزاب كانت مؤيدة لحكومة عادل عبد المهدي. منو مؤيد كان؟ أغلب الأحزاب كانت مؤيدة، تحديدا الأحزاب الكبرى. بالبدايات يعني يقال هكذا. أي. أما الواقع مو هذا. شنو اللي تغير؟ هو في نفس الوقت أنه بعض الأخطاء اللي صارت، أنه لا أبرئ سيد عادل أنه هو ما كان عنده أخطاء أو حاشيته أو كذا، أنه صارت في أمور اللي أثرت على وضعه، من موضوع التهم بموضوع القتل المتظاهرين وغير ذلك. بصراحة عملية قتل المتظاهرين هل كانت فعلا خططة ونفذة بإرادة أو بأوامر من داخل مكتب عادل عبد المهدي أم من أطراف خارجية؟ لا يعني إذا موجود أيضا هو بريء من الموضوع وصارت براسة. أي. وهو ما كان موجود في المواضيع، بس هو القائد العام للقوات المسلحة. أيوة. مهمت أن يكشف هذا تمام، بس يعني هذول اللي قاموا من حاشيته بعض الأمور. أي. قد أثروا عليه. ليش ما حاسبهم؟